ديجا كاين، وخصهم يقطعوا الممر الجنين حيت كيكون بالنسبه ليهم الاحتفاظ على الحياه ديالهم ميكونش خطر عليهم. في المتنوع زعما حقيقه مزيان اللي عندها بزاف من وعاوي عارف شنو يعرف القيمه ديال الطوموبيل، القيمه ديال الرجلين، يعني يعرف فين هو مصلح حتى نديرو بحالنا بحالنا زال برا، يعني يكون بنادم واعي وهادي هذا المكان. بالنسبة ل 25 درهم زعما ثمن رمزي لعل هو عسى، المهم بنادم يوعى بهذا الشيء وهذا هذا المكان. بالنسبة ل هذه الناحية المادية يعني شوية قاصحة على أشخاص اللي ما عندهم شيء، يعني أحسن استرخصوا ردوا بالو صافي هادشي اللي نقول لك. قرار مزيان حيت الا ما خلصش الواحد راه ما غاديش يدوز من باساج بيتون، وبعض المرات احنا بيدنا كتوقع ان ما كدوش باساج بيتون الطوموبيل عاد ما عندهاش كيفاش دير توقف، ولا حفظ كيوقعوا الكوارث. وفي هاد لي دو سيمين الاخرية في طنجة كل نهار ثلاثة أربعة ديال لي زاكسيدون. هذا القرار اللي عملوا في يعني في 25 درهم يعني مزيان، بنادم تيموت بزاف، و يعني تتمنى حنايا نعملوا هذا القرار كاملين حنايا نعملوه جديا. المهم انا بالنسبه لي هذا زاني سويت مبالغ فيه، فهمتيني؟ لان 25 درهم بالنسبه للمواطن اللي ما التوعيه احسن. انا في النظره ديالي يكون واحد الشرطي دائما في الممر الرجلي هو اللي نظم هذه المسائل بحال هكذا. اما الشخص هو بحال دابا غير قبيلتي كنشوف انا السيد جايز هو وجوج وليداتو قطع من هنا واحد قطع من اللي هنا، فهمتيني؟ واش كيفاش غتعمل من هاد الناس هادو؟ الدولة خصها تقرر لأنهم يعملوا شراطي الناس في الطريق فين يقطعوا. إلا ما كانوا شي الناس فيها يقطعوا شراطي راه ما عندهمش، راه يجيو أي وقت يقدروا يقطعوا في المكان. علاش حنايا ما نزيدوش القدام، وتا حنايا الواحد يحترم قانون السير كيف كان راجل أولا يعني سائق يحترم قانون السير. لا هي مزيانة، هي قرار ديال 25 درهم، أنا ما كرهتش يعملوا كثار، كرهتش يعملوا 50 100 درهم باش يربيوهم، هذو 25 درهم غاتجيهم قليلة. ما عرفتش واش غيقدر أصلا يتطبق هذا القانون هذا، ما عرفتش كيفاش الطريقة اللي غيتطبق بها، لأن كيفاش غتفرض على راجل ماشي في الطريق أنه يخلص هذه الغرامة هذه، ما عرفتش. أنا كنظن أنه هو قرار مزيان، واخا كيبان لي أنا بالعكس ناقص، باسكو خاصنا نديرو في الناس الخلعة تاع يخلصو بزاف، كومسا إذا يفكرو كثر ياخدو ما يقطعو شامبو. إيه هذا قانون زوين كيحمي المواطن، ولكن كتلقى بعض البلايص ما كتلقاش فيهم الشراطي باش تدوز فين غدوز الطير، هادشي اللي هو قرار مزيان. إذا يخرج ينقص من حوادث السير ويجعل اي نقص بزاف حوادث السير، ما يبقاش الناس حيت اغلبيه ديال حوادث السير تكون على الشكل ديال الطريقه هذا. الوغ كننصح الناس انهم يقطعوا الممر الرجلين من احسن يوم بالنسبه لهم، يحتفظوا على الحياه ديالهم، وفي نفس الوقت احترام للسائق اللي كيكون جاي. شكرا.